شاركونا. اليومين دول بيتعمل تعديل وزاري، يعني هنشيل كم وزير ونحط كم وزير. التعديل بيمر بظروف قاسية، في تعثر. من ضمن الأسباب اللي اتقالت، من ضمن الأسباب إن مرتب الوزير ما بقاش بالنسبة لك، ممكن لو بتاخد باكو 2 3، لما أقول لك مرتب الوزير 32,000 بس ده بالضرايب، يعني بعد الضرايب في حدود 22 23,000، تقول هو عايز إيه أكتر من كده؟ بس أنت ما تبصش لنفسك، اللي بيجي لك ده خبير لوزعة، يعني جاي من قطاع مصرف كبير، جاي من شركة بترول أجنبية، بياخد مبلغ كبير. ففي ناس اعتذرت. لو واحد مدير مستشفى بتدر عليه أرباح مهولة، حقه وحلاله، إيه اللي يخليه يجي يبقى وزير صحة ويمرمط نفسه؟ بكلمكم بصراحة، المنصب ما بقاش هيبة كده وقيمة وسيمة، لا، ده هيطحن في الإعلام في مصر أفندي وبقية البرامج، وهيطحن في البرلمان. فده جزء بالاعتذار. كمان الحكومة قدمت طلب للبرلمان من كم يوم كده ولا كم أسبوع، بتطالب فيه بزيادة مرتبات الوزراء. الدنيا هاجت وقامت من نواب الشعب. السؤال اللي عايزين نتكلم عليه ببلاطة، لو انت حضرتك لا قدر الله، لا قدر الله، عندك قريب عنده مرض قاسي جدا، هل بتروح للطبيب الفاشل ابو 5 جنيه، ولا بتقعد تفحفر وتدور وتشوف وتبيع اللي وراك واللي قدامك، تجيب الخبير الطبيب الخبير حتى لو كان هياخد منك 100,000 جنيه، حتى لو هتستلف، حتى لو هتبيع البيت؟ مش احنا بنعمل كده؟ عايز اقول لك مصر في وضع عايزه الخبير ده. بس الخبير ده احنا بقى في مصر، ايه ده؟ انت جاي لازم تخدم الوطن ببلاش، لازم الفلوس تبقى على القد. ما هو مش هيجي يا اخوانا، محمد العريان مش هيسيب بلاد اوروبا والفلوس اللي بياخدها وهيجي لك. محمود محي الدين وهو في مركز كبير في صندوق النقد الدولي مش هيسيب عشرات الالاف من الدولارات وهيجي لك. مفيش في الحاجات دي الله والوطن. انا بجيب لك من الاخر، عايز نرغي معاك حنجوري ولا لا؟ علشان كده انا بطرح على حضراتكم، هل انتوا توافقوا ان الحكومه تزود، البرلمان يزود مرتبات الوزراء حتى لو وصلت 100,000 جنيه، بس في سبيل ينقذونا من ده؟ ما انت خلي بالك، ما انت بتخسر مليارات طول السنه بسبب الفشل، جايب ناس ملهمش لازمه.